معنا في الاستوديو الخبير في تكنولوجيا المعلومات أيمن عيتاني. صباح الخير يا أيمن. صباح الخير مها، كيفك اليوم؟ الحمد لله. نعود بسلامتك الأول. عظم الله أجركم في الروبوت اللي مات، مسكين حساس كان، تعبان نفسياً. عزينا أهله والعائلته وكل شيء مشي حال قبل ما نوصل لعندك. أيمن، لا يعني من جد، يعني نكتة هذه يعني أوكي، فهمنا شات جي بي تي والروبوتات والأشياء وصايرة تتكلم وصايرة شوية تعطي مشاعر، لا بس كمان دلوعة، زادوها ساعتين في اليوم، انتحر. يعني عم تكون حياتنا كثير صعبة لدرجة انه هو الروبوت يعني كماكينة بيقول لك انا خلص هيدي 9 لـ6 دوام كل يوم كل يوم، والناس رايحة ناس جاية، ما بحمل بقى، خلص منطفي. لا يعني ايش التفسير المنطقي لانه يضحك؟ لا لحظة. لا فعلا يعني ايش اللي خلاه يرمي نفسه؟ هلا نحن بنحب يعني التجسيم، يعني نحن بنشوف يعني كل شيء يعني بالحيوانات بالماكينه بهذا، انه بفكر مثل بنعتل همه مثل بنعتل هم حالنا واصدقائنا، يعني نحن معتبرين انه تعب وهلك وبرم حاله وكب حاله، قال انا خلص خلصت شغل دوام هذا متعب وما عم بقدر. فنحن هذا النوع التجسيم كانسان عم نشوفه نحن بكل شيء حوالينا، حتى بالماكينه، مع انه هي بعيده بس نحن بطبعنا هيك بنشوف الناس، يعني عندنا فتره بنرتاح معهم بنشوفهم، يعني منلاقي نفسنا بهالاشخاص. يعني انت مصدق نفسك انت تقول هذا الكلام؟ والله انا مصدق الكلام اللي انا نفسي انا مصدقتك، انا لو علي وعلي مصدقتك، بس انت مصدق نفسك. هل هو الكمبيوتر بيوقف، التليفون بيوقف، منطفين ضوي، بيرجع بيقلع، بيرجع بيمشي، هو هيك صار يعني هو بالاخر ماكينه علقت. اوكي يعني هذا التفسير في الكمبيوتر والجهاز والايباد، هو يعلق يعني لو حدا شاف وفضل وطفى وضوى كنا ما عم نحكي، كنا ما شفناك، كنا حكينا بغير موضوع انا وياك اليوم. مو هي الماكينه علقت وهو بالصدفه جنب الدرج قام طاح وتكسر، هذا اللي نقول صح. يعني هو لما علق برم ووقع على الدرج وهيك. أيوه. يعني يمكن يكون يعني لو كان بعيد عن الدرج ما كان صار له شيء. أيوه. كان هذا يعني بس نحن لانه عم نشوفه كشخص، عم خايفين ياخذ شغلنا وخايفين من هذا، قلنا لا هذا لحظه، هذا مو احنا، هذول اللي جايبين الروبوت دراما، هم شوي مفلمين دراما، اوه والله انتحر، والله تعبان، عشان زدنا ساعات. انا ماني فاهمه، احنا اللي بنفكر غلط ولا الناس هذول اللي بتفكر بطريقه اوفر؟ افلام، في افلام مضبوط واقعي كثير. لا يعني جهاز انا اشتريته وطاح وتكسر، هاي الماكينه هنقت وخربت، بس بمنتهى البساطه غساله مثل البراد، ما حدا بكى على البراد اللي بالبيت لما انتزع. والله صدق غسالتي خربانه مسكينه، هذه شكلها كانت حكيت الوالده تعاني من مشاكل نفسيه، تخبط وهي تدور. وحكيت الوالده خبرتيها وهيك يعني صح. لا من جد يعني انا قبل ما نتناول الموضوع بشكل كذا جدي، لانه حتى احنا بنتكلم احنا كفريق، احنا بنتناقش في الموضوع ونضحك طول الوقت، انه والله هل الروبوت يتحمل ساعات العمل او لا يتحمل ساعات، هو اصلا انتحر، هو هذا السؤال. هو بالاخر جهاز، يعني حتى جهاز التليفون بيكون بالحر برا بيوقف لمدرجه بيقول لك ليك انا صرت كثير حار. أيوة. بدك أيوة. تفوت على اي سيلن لحتى أيوة. حتى نرتاح شوي. اوكي بنعرف احنا انه شو بنريحه وخلصت القصه، يعني ما بنقول انه يا حرام ما عم يحمل الشوب الجهاز التليفون ونحن عم نحمل الشوب بالاخر، يعني ماكينه أيوة. بدا تتعب وفيها مشاكلها بنطفيها بنضويها أيوة. بيمشي حالها طبعا، انت زعلت بنجيب 10 أيوة. غيره يعني أيوة. ما في وجع قلب، ما في وجع الاي سي شويه في الصيف مع حراره الجو شغال طول الوقت بينقط شوي عادي بنصلعه، يعني عادي الموضوع. ليش الأفلام؟ ليش الدراما؟ ليه بيتعاملوا مع موضوع الروبوتات هذا بطريقة درامية رهيبة؟ كل شيء يكبروه، كل شيء كذا يضخموه، يحاولوا يسووا له تأويل، يحاولوا إلا وإلا يبغونا نحس إنه ترى الروبوتات هذه تحس والروبوتات هذه تفهم، يعني يحاولوا يزرعوا في بالنا هذه الفكرة. إحنا علمناه، ترى والله علمناه إنه هو ما يعني علمناه كل التفاصيل، حتى علمناه ينتحر. لا. هلا من جهه يعني صرنا سنين عم نحضر بالافلام هالروبوتات اللي بتفكر وبتنط وبتعمل واذكى منا واقوى منا وهيك، يعني لحتى نحن يعني عم نشوف حالنا في
فيها هذه الروبوتات يعني. بفكر انا بس والله والله بحبك بس عم بحكي معها يعني ما تزعل منا. مرتاح اليوم شارب قهوتك مزاجك كويس مدينك مهام كثير اليوم نطمن عليك بس. وحتى بس نحكي مع أليكسا ومع سيري بنقول يعني من فضلك خبرينا حتى يعني من شيء تنزيل بأدب هيك لحتى يمكن زميلك حتى جنبك في المكتب ما تقول له من فضلك تقول له بالله تعطيني الشغلة من جنبك هذا من فضلك يعني. لأنه في خوف منه بكرة بعدين إذا تطوروا كثير بيقول لك أنا والله كنت مهذب معك منيح يطول بالك علينا يعني أيوة. فهون بيصير الخوف من وراء الأفلام ونحن شو نجسد وشكله كإنسان يعني كوجه وإيد وهيك فشوي بنتعامل معه بطريقة لا إحنا ما نتعامل معه إحنا عادي إحنا شايفين أنا أشعر إنه إحنا شايفينهم عادي هم اللي قاعدين يحشوا راسنا بأفكار إنه لا ترى يتضايق لا ترى يحس لا ترى ممكن ينتحر لا ترى يعني بيبدأوا يحسسونا إنه ما في فرق بيننا وبينهم هذا الكلام أصلا من حيث المبدأ المفروض يكون في كثير ناس بتحكي في حقوق للروبوت يعني هو هذا لما ينتج رسمي ينتج رسمي لك أنت ممنوع ما لك في حق الروبوت وبدنا نعطيه مسار طب هو شو حيعمل يعني حيروح يشتري تياب حيبعت أولاده على المدرسة شو حيعمل بالفلوس الروبوت يعني ف نحن كثير عم نفكر حقوق الروبوتات هذه شيء الان فعلا قاعدين يتكلموا فيه بشكل جدي يعني ما بيمزحوا ما بيضحكوا بشكل جدي صح صح انا في كثير افلام مرقت انه واحد توفى وترك مصاري للروبو والروبو بنى حياته وراح سافر العالم وهيك مثل ما الانسان بيسافر يعني فنحن عم نكبرها شوي اكثر وهيك بالاخر بيطفى بالضوء وهيك يمكن 10 20 30 سنه لقدام بيتغير الحديث هيك طيب اطربنا اطربنا ايمن اطربنا ادينا شوي من حقوق الروبوتات اللي هم بيصيروا أفضل مننا ترى على فكرة في الحقوق يعني هذا اللي يقول لك انتحر دوامه من 9 ل 6 دوام 5 زادوا له ساعتين ساعتين وإحنا على أساس يعني متأملين إنه إذا سوينا الروبوتات بنكرفهم في المصانع في المستودعات وبنشغلهم ليل ونهار يعني عشان نرتاح وإنتي ما هفي أمن وجه الصبح وحاضر وشغالي بحضر كل شيء وما بتقولي ولا كلمة لا لا يعني سكليف إذا الواحد غاب وساعات دوام يعني عندهم حقوق أظن أكثر مننا هلا هي وين بيصير تخوف يعني هسا إيلون ماسك بيقول من هون لخمس سنوات حيكون الروبو أذكى منا وأشطر منا خلينا نقول إحنا إيلون ماسك غلطان 10 سنين 15 سنة أوكي حيكون في ذكاء كتير خارق بالروبوتات بس مش يعني إنه هو إنسان مش يعني هو عنده الإحساس مش يعني إنه نحنا عم نتعبه يعني نحنا عم ناخد خطوة كتير بعيدة على شيء عم نتصوره كتير لقدام يعني مثلاً بطلع على بنتي وابني شو حيصيروا بعد 10 15 20 سنة بتكهن وبحس وبشوف بس انه ما لنا دور ما لنا عيد قد ما نحن عم نكبر ونشوف والدنيا ماشيه والحمد لله يعني طيب اديني شويه من بنود اطربني اديني شويه من بنود حقوق الروبوتات اجلطني اذا هو انتج رسمه معينه وحدا حب يشتري هالرسمه هالمصاري كلها 200,000 درهم 500,000 درهم هيدي مش لإلك مش لإلنا للروبوت اوكي روح سوي شوبينج بروح سوي شوبينج بيبعت ولاده على المدرسة بيغير مثلا الأبيض بيغير الأسود والأزرق والألوان وهيك يعني بالآخر هالفلوس شو بده يعمل فيها هي كحق فلوس فيها وكمان في ناس بتقول لا ما في حق للشخص اللي عطاه للروبو هلا يعني بتعطي كوميسيون للعطي كوميسيون للعطي كوميسيون بصير الكل بده من هالكيكة ياكل فلوس يعني اوكي هذا طيب. هذا الحكي موجود هون هو صاحب الروبوت اللي اشتراه ودفع فيه فلوس وجابه عنده هو بس بيدفع ايوه ما بيحصل لا وكمان اذا اشتغل عنده يقعد يقول له ساعات دوام كثير وساعات شوي وتدلع كمان عليها لا والله هذه من حقوق الروبوتات المكتوبه يعني في حكي في ناس بتقول انا لا لازم اتعب للروبوت من هلا نحكي فيها وهيك يعني بدنا نحكي بشيء مش موجود بعد يعني بعده ما في فكر يعني الفكر الموجود منه فكر واعي ما فيه فكر فيه واحساس منه فكر فيه وهذا يعني حقوق الحيوان غير عن حقوق الانسان وغير عن حقوق الروبو يعني بعدنا كثير بعد بعيد كثير كثير بعد يعني والله يمكن اللي يشوفنا الان يفكرنا انه احنا مثلا حابين كذا ننكت على الصبح يعني او نتكلم لانه يعني هذه مواضيع انا قاعده اقول انه هذه الدنيا رايحة كذا وهذه الأخبار اللي قاعدة تطلع يعني من باب إنه إحنا نتكلم فيها أو نعرفها أوكي بنضحك عليها يمكن نتفاجأ منها بس على الأقل هي بتجهزنا لمرحلة قادمة نعرف فيها أشياء ما كنا نتوقعها ما كنا نتخيلها يعني مين كان يتوقع إنه أنا مثلا اليوم أقدم فقرة في البرنامج اسمها حقوق الروبوتات هذه أنا بنفسي ما كنت أفكر ما كنت أفكر إنه بس لما الموضوع مطروح
وعالميا وخبر عالمي تجي تقول لا لحظه خلينا نوقف هنا، احنا كمان يعني لازم نكون مطلعين ونعرف ايش اللي جاي، وما حنكون كذا مغيبين كمان احنا. صح، الواحد يكون واعي اكثر ويشوف هو بي يعني بيستفيد من حلقتنا اليوم ويشوف شو بيستفيد على صعيد شخصي. في ادوات مثل تشات جي بي تي وغيرها، هو اليوم بيقدر يستعملها من جهاز المحمول، يقدر يلاقي اجوبه اسئله، ياخذ صوره بيقول له انا عشان بطلع علمني فسر لي شو صار عن الموضوع، حلل معي، فكر معي. اليوم بيقدر يستفيد من الشخص ليحسن قدرته بالشغل وبالتعليم وبالهذا. هذا اليوم بيقدر لقدام، بس من هون 10 15 سنه لقدام الروبوتات حتكون موجوده بيناتنا يعني. وحنحكي عنها كثير وهذا، بس هي معموله بدأنا نحكي عنها من الحين، احنا الحمد لله سابقين بسرعه قبل ما تجي. طمني عليك بس، انت عندك حقوق في الشركه كمان؟ حقوقك بتاخذها؟ هي لا، حسب الدوام وحسب كل موضوع، بس ما حدا نسيت يا ما. يعطيك العافية أيمن، شكرا لوجودك معنا.